زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، مفيش شك ان قطاع التعليم العالي حظى باهتمام كبير من القياده السياسيه وشهد تحقيق انجازات ملموسه على مدار السنين الاخيره. ده بكل تاكيد انعكس بالايجاب على تحسين التصنيف العالمي للجامعات المصريه. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن التطور اللي حصل في قطاع التعليم العالي، معانا على التليفون دكتور محمد الشناوي رئيس جامعه الجلاله. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني الحقيقه تقدم ملحوظ ان كان حتى في ترتيب الجامعات المصريه او حتى ادراجها ضمن اهم التصنيفات العالميه. شايف حضرتك وبترجع هذا التحسن في ترتيب التعليم العالي في مصر لايه؟ والله يا فندم ده واضح جدا الحمد لله اهتمام القياده السياسيه وفخامه الرئيس بالتعليم العالي، لان مفيش دوله في العالم. احنا سنه 2014 كان عندنا حوالي 50 جامعه، احنا 2023 عندنا اكثر من 95 جامعه. الدوله المصريه في اقل من 7 سنين اضافت اكثر من 45 جامعه لمنظومه التعليم العالي، يعني تقريبا ضعفت عدد الجامعات. ولكن الاهم من ده ما كانش مجرد ان احنا نضاعف الرقم، ولكن الاهتمام بالبنيه التحتيه، الاهتمام بالبحث العلمي، الاهتمام بالبرامج اللي احنا بنقدمها من خلال هذه الجامعات حاجه مهمه جدا، وربط هذه البرامج بسوق العمل. لان دايما احنا متعودين لما اي حد من الطلبه بتوعنا بيروح يشتغل زمان كان بيقول له انسى اللي انت اتعلمته في الجامعه، لا دلوقتي هو بيتعلم في الجامعه لان المهارات اللي احنا محتاجينها في سوق العمل، وده كان حاجه مهمه جدا. كمان ثقه سوق العمل وثقه الصناعه في البحث العلمي وفي الجامعات كان حاجه مهمه جدا ان احنا نعملها ونشتغل عليها، وده واضح جليا في اعداد الابحاث اللي بتنشر من مصر. مصر دلوقتي رقم 24 على مستوى العالم في البحث العلمي بأكثر من 37,000 بحث. فالحاجات دي كلها الحمد لله كان اهتمام، وعندنا رؤية مصر 2030. معالي الوزير دكتور أيمن عاشور أطلق الاستراتيجية بتاعت التعليم العالي في مارس، وكل ده بيؤدي في النهاية إن احنا شايفين التطور الرهيب اللي بيحصل في مجال التعليم العالي والبحث العالي. يمكن تجربة الجامعات الأهلية واللي حضراتكم بتمثلوا جامعة الجلالة فيها بتمثل جزء من التجربة، نقدر نقول إنها عملت طفرة كبيرة في سوق البحث العلمي وفي ربط البحث العلمي بمستجدات العصر وكمان باحتياجات السوق. حضرتك تقدر إزاي تقيم التجربة؟ التجربة الجامعات الأهلية كانت تجربة عبقرية من الدولة المصرية، لأنها ربطت وغطت حتة كنا محتاجينها جدا، وهي إن يكون عندنا الجامعات الحكومية غير هادفة للربح، وفي نفس الوقت بتقدم برامج سوق العمل محتاجها. وكانت الشراكات الدولية اللي تم عملها من خلال هذه الجامعات كان حاجة مهمة جدا. جامعة زي جامعة الجلالة وشراكتها مع واحدة من أكبر الجامعات على مستوى العالم وهي جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، ودي الجامعة نمرة واحد في الابتكار في الولايات المتحدة، واحدة من أحسن 100 جامعة على مستوى العالم. وكان الهدف مش بس الشهادات المشتركة، احنا عندنا أكثر من 12 شهادة مشتركة في جامعة الجلالة، ولكن ده هيوصل لأكثر من 45 شهادة مشتركة. الأهم كان إزاي إنك أنت حابة تنقلي التجربة الأمريكية بكل التقدم اللي فيها، والشراكة الحقيقية اللي ما بين الجامعتين من حيث إنه يبقى هو الشريك الاستراتيجي لجامعة الجلالة في البحث العلمي، في وضع السياسات، في التسويق، في الحاجات دي كلها. فده كان تجربة فريدة موجودة الحمد لله في جامعة الجلالة. دكتور خليني ارجع مع حضرتك لنقطة تحدثت عنها منذ قليل، وهي فكرة انه تم ادراج مصر يعني الجامعات المصرية ضمن اهم الجامعات. احنا بنتكلم حسب الترتيب العالمي ضمن اهم وافضل 1500 جامعة، مصر لديها 13 جامعة ضمن هذا التصنيف، وحتى يمكن جامعة القاهرة كسرت حاجز يعني من ضمن افضل 50 جامعة على مستوى العالم. الحقيقة يمكن صحيح ده حصل في السنين اللي فاتت، لكن الفكرة ان احنا لم نستحدث العقول حتى لو نتكلم على الطلبة ولا حتى الدكاترة اللي بتدرس في هذه الجامعات. ايه المعايير او ايه النقاط اللي اشتغلنا عليها عشان نقدر نحسن من ترتيبنا؟ حاجات كتيرة جدا علشان نحسن من الترتيب بتاعنا. الابحاث العلمية اللي بتطلع من الجامعة، الابحاث العلمية بسوق العمل وازاي انها تبقى سايتد على مستوى العالم. نسبة التشغيل اللي بتحصل في الجامعات، قبل كده ما كناش بنستهدف نسبة التشغيل. الأعداد الأبحاث العلمية صورة احنا تبقى كيو، دي كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. بعض السياسات اللي تم وضعها في طريقة التدريس
كل الحاجات دي رفعت من الترتيب بتاع الجامعات المصريه، وتتوالى هذه الانجازات برضه، لان احنا مهتمين جدا ان الاعداد تزيد. قبل كده كنا بنشوف بس الجامعات الحكوميه هي اللي موجوده في الترتيب، لكن الجامعات الخاصه كمان تدخل، وقريبا الجامعات الاهليه لسه ناشئه، ولكن حتى جامعه الجامعه بعد الترتيبات في حاجات معينه، في كمان الاهتمام بالسستينابيلتي والاستدامه. ومن الحاجات اللي احنا اهتمينا بيها جدا ودي العالم كله بينظر اليها، وطبعا نجاح الكوب 27 ومشاركه الجامعات المصريه المراكز البحثيه في الكوب 27 كان ليه امباكت عالي جدا في هذا المجال. أكيد التطور التكنولوجي اللي العالم كله بيشهده، إزاي الجامعات الأهلية بتواكب هذا التطور وكمان بتقدر تخلي مصر تنخرط أكتر في هذا التطور اللي موجود في العالم كله؟ الحمد لله إحنا كل الجامعات الأهلية هي جامعات من الجيل الرابع، بل بالعكس داخلين كمان على الجيل الخامس، والكلام مش مجرد كلام بنقوله، ولكن البنية التحتية بتاعت هذه الجامعات، وجود كل السيستمز الموجودة في هذه الجامعات، student information system، system على احدث المستويات، البنيه التحتيه، ربط كل ده بما يحدث. احنا مثلا في جامعه الجلاله عندنا البرنامج بتاع الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، وكان لسه عندنا مؤتمر المؤتمر الثاني للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وربطه بالصناعه. كل الحاجات دي تبين ازاي ان احنا بنواكب العصر، ولكن احنا مش بنقف هنا، لان احنا عارفين احنا وصلنا بالعكس في دايما خطط للتطور والتطوير، ما بنقفش في البنيه التحتيه فقط عند كده، ولكن كل شويه بنطورها، لان احنا العالم بيجري بسرعه فلازم نجري معاه برضه. اكيد كل الشكر ليك الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعه الجلاله، شكرا جزيلا لحضرتك.